احنا بس عندنا شويه سوء حظ في الاصابات، سوء حظ في التوتر الزياده اللي اتكلم عليه الكابتن شوقي غريب. ان شاء الله نتخطى هذه المرحله، ما يكونش في اي اصابات جديده. احنا دلوقتي بنلعب بقايمه كل عنصر فيها اصبح مؤثر ومهم جدا، ويمكن البدائل اصبحت قليله. منتخب محترم، جهاز فني محترم رائع ومميز جدا ايضا، ولكن نتمنى بس التوفيق ويبعد عننا شر الاصابات، نحس الاصابات اللي ملازمنا ملازم المنتخب الاولمبي مع بدايه البطوله. نشوف تقرير ونرجع نكمل كلام. بالرغم من نجاح منتخب مصر الأولمبي في حسم الفوز على مالي بهدف دون رد، وذلك في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر حتى 22 من نوفمبر المقبل، إلا أن ما عكر صفو الفوز إصابة الخلع في الكتف التي تعرض لها ناصر ماهر صانع الألعاب بعد تدخل قوي مع إبراهيم كوني لاعب منتخب مالي. إصابة ناصر ماهر المبكرة خلال ربع ساعة الأولى من عمر المباراة أعادت للأذهان نحس الإصابات التي طردت نجوم المنتخب بأعماره السنية المختلفة خلال بطولات أمم أفريقيا، وكان أبرزهم محمود جنش حارس الزمالك الأساسي الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأول ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر، وبسببها يتواصل غياب الحارس حتى الآن. وفي بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون تعرض أحمد الشناوي حارس الفراعنة وقتها للإصابة، ومن المفارقات أنها كانت أمام منتخب مالي ليغيب باقي مباريات البطولة ويلحق به الحارس البديل شريف إكرامي الذي أبعدته الإصابة عن المشاركة مع الفراعنة أيضا، ليجد عصام الحضري الحارس الثالث في ذلك الوقت فرصة على طبق من ذهب للدفاع عن عرين المنتخب حتى الوصول للمباراة النهائية والتي خسر فيها منتخبنا الوطني أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.